الرجاء الرياضي، لعبت بشكل صحيح داخل منطقة العمليات، والطير الذي قام بالتنفيذ حلق بعد تسجيل الهدف وأعلن بداية ملتهبة لمباراة اليوم. هو السيناريو الأهداف، كرة ملعوبة داخل منطقة العمليات، وبويسكار أعتقد هو اللاعب الذي سجل ضد مرمى. سنتابع كرة ملعوبة ولا لا؟ لم يكن اللاعب بويسكار، طبعا نتابعوا اللقطة داخل منطقة العمليات. كانت فرصة متاحة لتسجيل الهدف من جانب جحوح.